أهلا بيكم في مقدمة مسح شامل عن العهد القديم. يا ترى إزاي العهد القديم ده كان عهدين أصلا؟ وإيه الفرق بين عهد قبل الناموس وعهد الناموس؟ وإزاي عدد أسباط إسرائيل 13 مش 12؟ وإزاي اتقسمت إسرائيل لمملكتين شمالية وجنوبية؟ وإزاي عدد ملوك كل مملكة شمالية وجنوبية 19 رغم إن مملكة منهم انتهت بالسبي قبل التانية بوقت كبير؟ ومين هم الأنبياء ال17 اللي ملهمش كتب؟ ومين الشخصيات والأحداث والأماكن المهمة اللي في العهد القديم؟ وإيه علاقتهم بكل سفر من أسفار العهد القديم؟ وإيه أهمية إننا نفهم العهد القديم بطريقة شاملة تلسكوبية عشان نفهمه آية آية بالطريقة الميكروسكوبية؟ وإزاي بعدين في العهد الجديد نلاقي ناس إدوا فهم شامل تلسكوبي لنظرة عامة على العهد القديم؟ وإزاي السيد المسيح في بشارة متى 22 بيلخص تعاليم العهد القديم في وصيتين بيقتبسهم من تثنية إصحاح 6 ولويين 19، وهما إنك تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك؟ وإزاي لخص أحداث العهد القديم بطريقة تانية للتلميذين في سكتهم لقرية عمواس؟ وإزاي استفانوس لخص العهد القديم في سفر أعمال الرسل إصحاح 7؟ وإزاي الرسول بولس كمان في سفر أعمال الرسل إصحاح 13 لخص العهد القديم بطريقة مختلفة؟ وإحنا هنا هنلخص العهد القديم في 10 عصور مهمة، وإزاي قلبنا هيفيض بالبهجة لما نكتشف تعاملات ربنا الجميلة في العهد القديم. وأسئلة أكتر من كده بكتير بنناقشها في الكورس. افتكر احتفظ بالفيديو وشاركه مع أصحابك.